هي القراءة ديالكم بعد انتخاب المغرب على رئاسة المجلس لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ حقيقة هذا انتصار، ما بعده انتصار يكرس دبلوماسية قوية نهجتها المملكة المغربية، خاصة مع بداية الأولى للقطع مع سياسة الكرسي الفارغ سنة 17-2، وتكريس منعطف جديد عنوانه الجدية، وكذلك مساءلة الأصوات النشاز التي تعبت بمصير حقوق الإنسان كما هي مديلة ومدولة على مستوى الشرعة الدولية وعلى أساس كذلك المواثيق والعهود المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية. الآن نحن نتحدث عن تصويت سري مبني على الاقتراع العام السري، والذي أكد بالملموس عبر بوابة 30 عضو الذين يكنون كل الاحترام والتقدير وكذلك الموثوقية للمملكة المغربية، والتي تحظى بشرف تمثيل القارة الإفريقية. لا ننسى كذلك على أن هذا تكليف وتشريف في نفس الآن، لو لم تكن تثق هذه الأصوات في المملكة المغربية لما كنا أمام هذا الوضع الجيد وكذلك الوضع البنيوي الذي ستكرس من خلاله المملكة المغربية إطارا واسعا، بعدما قدمته منذ سنة 2006 البداية الأولى لهذا المجلس الذي كان المغرب ولا زال حاضرا فيه عبر مجموعة من الآليات المرتبطة بتنوير الرأي العام الدولي وكذلك إحاطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار ما هو مكرس في القانون الدولي وفي كذلك الشرعية التي تنبني عليها الأمم المتحدة كمنظمة دولية حكومية تعنى بالسلم والأمن الدوليين. هل تعتبرون أن هذه النتيجة هي كانت مفاجئة أمام إفريقيا الجنوبية، أو لا كان هناك ثقل للملف المغربي اللي يجعله أنه يصمت عليه بأغلبية ساحقة؟ سأجيبك بسؤال آخر، وهل كانت المفاجآت السارة التي حصدها المغرب منذ هذه الآليات التي اعتمدها العهد الحديث جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ودبلوماسيته البراغماتية عبر مجموعة من القنوات التي أكدت بالملموس توالي النجاحات المبهرة للمملكة المغربية، ونحن نتحقق وبالملموس على أن الغصة لا تفيد في شيء غير العدائية من جانب واحد تجاه جار المملكة المغربية. حقيقة نحن أمام وضع جيد يؤكد على أن الوضع الذي تعنى به المملكة المغربية كدولة صاعدة أصبح يؤكد بالملموس على أننا أمام واقع دولي يثق في المغرب، واقع دولي يؤكد على دور المغرب وريادة المغرب، وكذلك أنسنة جلالة الملك محمد السادس للأدوار التي يجب أن تقوم بها جميع التنظيمات السياسية الدولية المقارنة وكذلك المنظمات الدولية الحكومية على رأس الأمم المتحدة، إشادة قوية من لدن أنطونيو غوتيريس بدور جلالة الملك وكذلك حكمته وتبصره قبل حتى أن ينصب المغرب على أساس الاقتراع العام السري كرئيس، وما أدرك ما رئيس لهذا الهيئة التي لها تاريخ والتي تعبر عن 193 دولة تنضوي تحت لواء الأمم المتحدة. ما هو الدرس بالنسبة للجزائر أو النصيحة اللي تعطيها للجزائر؟ هم لا ينصحون، هذا هو الإشكال، الجزائر لا تنصح ولا تقبل النصيحة، هذا درس يجب أن تأخذ منه عبر أن المغرب قد خطى خطوات جد متقدمة وقد ابتعد كثيرا عن الوضع النشاز الذي تعيش فيه دبلوماسية الجزائرية. هذا تعقيل الجزائر أن مباشرة قامت بخلق مجموعة من الإشكالات من أجل محاولة التأثير عبر بوابة بطبيعة الحال الموانئ فيما يتعلق بمرور السلع المغربية. هل تحتاج فعلا الجزائر لأن تقوم بمثل هكذا حركات بهلوانية متجاوزة من قبل مجموعة من الأنظمة التي لها اختلافات مع أنظمة سياسية دولية؟ نرى كبريات الدول لها اختلافات، والاختلاف لا يفسد الود قد، ولكن لا نصل إلى الكيد وكذلك سياسة الكيل بمكيالين وكلا كذلك إلى استعمال الوسائل المفضوحة. هذه وسائل أكل الدهر وشرب عنها. آليات الاستعراض الشامل أو الاستعراض الدوري الشامل من بين الآليات التي تكفلها الشرعية الدولية من أجل أن تقوم هذه المؤسسة هي المجلس حقوق الإنسان منضوي تحت لواء الأمم المتحدة من أجل دراسة مجموعة من الملفات القاتمة على مستوى دوري. وهذه الخبرة منذ سنة 2006 البدايات الأولى لهذا المجلس و2007 والانطلاقة الأولى وكذلك الرسمية والاستراتيجية للألوية المؤسساتية لهذه المؤسسة سنة 2008 أكدت بالملموس على أن المملكة المغربية دور حاسم في بناء التوجه الذي ستقوده المنظومة الدولية من أجل بناء وحدة الصف، وخاصة فيما يتعلق بالبؤر التوترية أقولها بعلو صوت التي لا زالت وإلى يومنا هذا تؤثر على حقوق الإنسان كالحق في الحياة وكذلك مناهضة التعذيب والاغتصاب وكذلك الاحتجاز كما يقع بمختلف مع الأسف بمخيمات العاري بتندوف.